فتاة تكتشف مفاجأة مذهلة داخل غرفة سرية في منزلها. كان من المفترض به أن يكون منزلا عاديا يجمع تحت سقفه عائلة بريطانية صغيرة، غير أن مفاجأة كبرى حدثت عندما اكتشفت الأم غرفة سرية. فبحسب صحيفة ميرو، تفاجأت سيدة تدعى لين ويتفورد بالعثور على غرفة مخفية في قبو منزلهم تحتوي على العديد من الأشياء القيمة والنفيسة وكأنها منجم ذهب. وقد سارعت تلك المرأة إلى نشر ما اكتشفته في تلك الغرفة على تطبيق تيك توك ليلاحظ المتابعون وجود كتب قديمة من الطبعات الأولى النادرة ووثائق وسجلات لا يعرف محتواها بالضبط. ورغم أن الصحيفة لم تشر إلى مكان وزمان التقاط هذا الفيديو، فإن ذلك المقطع المصور حظي بمتابعة ومشاهدة أكثر من 2 مليون شخص في مدة وجيزة. ولفتت الصحيفة أن العائلة استعانت بخبراء لمعرفة قيمة ما لديها من كنوز والتي ربما قد تصل إلى الملايين، فيما قال أحد المعلقين أن الكثير من عشاق جمع الطبعات النادرة من الكتب القديمة سيشعرون بالغيرة والحسد بعد هذا الاكتشاف المفاجئ. وطالب بعض المتابعين تلك السيدة بالحرص والاهتمام وهي تجمع تلك الكتب من الأرفف الخشبية التي وجدت عليها.